مرحبا، من مطبخي جميل. رجعت لكم اليوم، راح اسوي لكم أكلة بصراوية اللي هو مطبق الروبيان. الروبيانية يسموها صور بالخليج. راح ابلش وياكم بالمواصفات، ويا ربي تعجبكم. لا تنسون اشتراك ولايك. هسه نبلش. طبعا نلبس الكفوف، واني دائما اقول الكفوف حتى تخلي الايد نظيفة، مو راح تخلي الاكل نظيف، لان نقدر نغسل ايدينا. ونقول يا الله. هنا أنا عندنا تقريبا كاستين تمن، وهنا أنا عندنا ورق خار، دارسين، قرنفل، هيل، هذا ويا التمن راح يصير. طبعا هذا راح نسويه على طريقة البزل، نبزلها. عندنا كاسة كبيرة روبيان منظف ومشيول من عند الوسخ، عندنا كزبرة وضعف الكمية، عندنا شبنت، وهنا عندنا زيت الزيتون أو زيت عادي حسب رغبتكم، كمية كبيرة من البصل، الفلفل الأخضر، ثوم كلش مهم لأنه روبيان لازم إلى ثوم. هنا عندنا 7 بهارات، بابريكا حارة، هنا عندنا بابريكا باردة، كاري، نومي بصرة مطحون نظيف، ملح وكركم. ونبلش. أول شيء نخلي الزيت بالقدر، بعد ما حمى الزيت نخلي البصل حتى يذوب مية أول شيء، ونخليه يكرمل. ورا ما بلش ما نسوي شيء نخلي الفلفل ونحرك مدة دقيقة دقيقتين، وراها نضيف الثوم. والبهارات نخلطها لحد ما تتجانس. وبعد ما تجانست تقريبا نضيف الروبيان. الروبيان ما يحتاج هواية سوا، ونقلب. وهسه نشوف بلش يذب مالته، ونضيف له الكزبرة والشبنت ونخلطهم. ونغطي. وعندي هنا عين هادئة نخلي عليه لحد نسوي الرز. خلينا ملح والبهارات الصحيحة والماء خلينا يغلي. وهسه ورا ما غلى نخلي التمن منقوع شوية مو هواية، وراح نبزله. وهسه ورا ما الحباية تقريبا نص استواء راح نصفي. هسه رجعنا هذا على العين الكبيرة، وهذا من مبزول كامل ونديره فوقه. هسه نعدله ونخلي له مي حار من الغلاية بالضبط فوقه، يعني سنتيمتر تقريبا. وهسه نغطيه ونخليه يتهدى. هسه ورا ما نشف خليناه على مشبك، نصينا النار، نبلش نخلطه. ورا ما خلطنا نغطيه ونخليه يستوي وراجع لكم. هسه ورا ما تهدى وكمل، شوفوا الحبة كاملة ما مكسرة، الريحة تجنن. أنا ضقت من عنده بس على مود التصوير وأشوف الطعم. والمطلوب هسه من عندكم شجعوني لايك اشتراك بالقناة. شكراً.